أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في الأسبوع الثالث من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع أعزائي الطلاب، عليك معرفة مفهوم الإيمان بالقدر، وأيضا مفهوم يوم أحد، ويوضح الطالب أسباب المعركة. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، ولا يصح إيمان المسلم إلا بالتصديق الجازم به. أركان الإيمان عزيزي الطالب هي الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر. عالم الغيب عزيزي الطالب هو كل شيء يغيب عن المخلوقات كلهم ولا تدركه حواسهم كالروح والجنة. عالم الشهادة هو من يشاهد الخلق في العالم ويدركونه بعقولهم وحواسهم. أما مفهوم الإيمان بالقدر هو يقين المسلم بأن الله تعالى علم الأشياء والأفعال وكتبها في اللوح المحفوظ قبل حدوثها وقدرها بحكمة وإتقان. اللوح المحفوظ عزيز الطالب هو الكتاب الذي كتب الله تعالى فيه مقادير الخلق قبل خلقهم. أيضا العلاقة بين القدر وأحداث الكون وأفعال الإنسان، يعلم الله تعالى كل ما في الكون من أحداث كونية قبل حدوثها كالزلازل والبراكين والأمطار وغيرها، ويعلم أيضا أفعال الخلق وأجالهم وأرزاقهم والحوادث التي ستحصل لهم. فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله تعالى الخلق. إن كتابة الله تعالى ما سيحصل للإنسان ورزقه لا يعني أن الإنسان مجبر على ذلك، فعلى المسلم السعي والعمل به، لأنه لا يعلم ماذا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ. تقسم أفعال الإنسان إلى قسمين، أفعال لا إرادية وأفعال إرادية. ما هي الأفعال الإرادية؟ هي التي تصدر من الإنسان دون اختيار وقصدا منه ولا يستطيع ردها، مثل دقات قلبه، تنفسه، نموه، شكله، لونه، ويوم ولادته. أما أفعال إرادية هي التي تصدر من الإنسان بإرادته الحرة واختياره، ويمكن له فعلها أو تركها دون إجبار من أحد، مثل فعل الخير، الطاعة، السعي لتحصيل رزقه، أو فعل الشر والمعاصي. هناك أثر الإيمان بالقدر، استشعار عظمة الله تعالى وقدرته وسعه وعلمه، الطمأنينة والرضا بقدر الله خيره وشره، شكر الله تعالى على ما وهب من النعم، الإيجابية والتفاؤل والأمل والطموح، الجد والعزم والتوكل على الله تعالى. يوم أحد هو ثاني المعارك الكبرى التي خاضها المسلمون ضد مشركي قريش، واستشهد فيه عدد كبير من المسلمين. جبل أحد يقع في الجهة الشمالية من المدينة المنورة على بعد 4 كيلومترات من المسجد النبوي. اتفقت كلمة مشركي قريش على قتال المسلمين والقضاء عليهم انتقاما لهزيمتهم في يوم بدر ووقوع عدد كبير من مقاتليهم بين قتيل وأسير، ولاستعادة مكانة قريش وهيبتها بين القبائل العربية التي تأثرت بسبب هزيمتهم في معركة بدر. الاستعداد للمعركة، جهز المسلمون ما يقارب 3000 مقاتل من قريش والقبائل العربية المتحالفة معها، وانطلقوا بقيادة أبي سفيان نحو المدينة المنورة في العام 3 للهجرة. لما علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحرك جيش المشركين، استشار الصحابة في قتال المشركين في المدينة المنورة، وكان يرى أن التحصن في المدينة خير من القتال خارجها، لكن أكثر الصحابة كانوا يفضلون القتال خارجها، لا سيما الشباب منهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي الشباب وخرج بجيش يضم قرابة 1000 مقاتل قرب جبل أحد، ووصلوا قبل المشركين. خرج مع المسلمين عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يقود 300 مقاتل، إلا أنه أعلن سحابه والعودة بمن كان معه من المقاتلين إلى المدينة المنورة قبل بدء القتال، بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيهم في البقاء داخل المدينة. وكلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 مقاتلا بقيادة عبد الله بن جبير الوقوف على تلة صغيرة سميت جبل الرماة لحماية ميسرة جيش المسلمين من فرسان المشركين، وأمرهم ألا يغادروا مكانهم مهما كانت نتيجة المعركة،
أما ميمنة الجيش فكانت محمية بجبل أحد. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.